السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم كل وقت من أوقات هذا الشهر الكريم المفعم بالخير والبركة من الله سبحانه وتعالى، ومرحبا بكم بيننا في الحفل والسحور السنوي والذي يقام على شرف عوائل الشهداء من أجل الإسلام ومن أجل وطننا الغالي البحرين. نستذكر عطاءهم وسجاياهم الكريمة وتضحياتهم الجمة الكبيرة التي هي قلادة على صدر البحرين ونور في جباه أهلهم خاصة، ونقدم أكبر باقات التحية والعرفان والسلام على أهالي الشهداء الأبرار، ونتضرع لله العزيز الكبير أن يحشرهم مع محمد وآله عليهم جميعا أفضل الصلوات والتحيات. وكوالد شهيد وهو الشهيد الغالي علي حسين نعمة، أشكر الله أولا على هذه الحظوة والحبوة منه تعالى شأنه، وأدعوه أن يتغمد ابني وكل أبنائي وبناتي وأخواتي وأخواني وآبائي وأمهاتي من الشهداء، وأسأله أن ينتقم ممن سفك دماءهم الطاهرة الزكية، وأن ينصر هذا الشعب الكبير الذي يستحق أكثر وأكثر لأنه عشق الإسلام والتضحية من أجل رفعة رايته. أطلب منكم جميعا وقفة إجلال لأرواحهم الزاكية الغالية لنقرأ خلالها الفاتحة. خير ما نفتتح به فقرات حفلنا هذا تلاوة من آيات كتاب الله العزيز مع المقرئ العزيز أحمد محسن. حفوه بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله الذين قال لهم الناس أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله شكرا للقارئ أحمد محسن على هذه التلاوة العطرة راجين له الموفقية والسداد. أعلم بشعور والد الشهيد حينما سقط ابنه مدرجا بدمه أو مختنقا بسحب الموت أو متألما من سياط التعذيب أو بأية وسيلة من وسائل البطش والقتل لأبناء هذا الشعب العظيم. أعلم أن مرارة الفاجعة وإن طالت فإن حلاوة النعمة ولذة الرفعة والشرف بتقلد تاج الشهادة له تقتل هذه المرارة وتقتل كل دمعة وكل ألم لأن الشهادة أكبر النعم ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعلم عظم الشرف وكبر الأمانة علينا نحن آباء وعوائل الشهداء. نعلم أن المهمة قد كبرت علينا وهي أن نكون كما أراد هؤلاء العظماء
الساعون في سبيل الله بالحق الذي أراد الله لنا السير على طريقه. سنعمل جاهدين أن تكون بلادنا أفضل باستمرارنا على خط الإسلام الأصيل في المطالبة بحقوقنا المشروعة، ولو كلفنا ذلك كل ما نملك فداء لديننا وعزتنا. وطني، وطني بلون الحب والإسلام، متجذر في عزة المترامي، فدماء نعمة في الجنوب تحده، ومن الشمال ومن الشمال دماء قلب حسامي، وجراح بداح تسيج شرقه من رأس فرحان العزيز الدامي. غربا غربا لعيسى حيث كرزكان قد غرست في نخل من الأقدام. وطني حدوده حدود الأبرياء حدوده، والمنتهى لإرادة العلام. ماذا ماذا نعدد في شموع جراحنا، وجراحنا أنوار كل ظلام. شهدت على الطاغوت، شهدت على الطاغوت في إيغاله في القتل والتنكيل والإجرام. لكن بحق دماءهم وعذابهم سنظل في عز مدى الأيام، وعلى امتداد الدرب عمر صمودنا وكفاه من نصر على الظلام. والله يأخذ حقنا وكفى به من مستعان قاهر ومحامي، من مستعان قاهر ومحامي. نبقى الآن مع كلمة لعوائل الشهداء يلقيها على مسامعنا شقيق الشهيد الأكبر زكريا العشيري الذي أزهق الظالمون روحه تحت التعذيب وختم حياته بأفضل نهاية قائلا الحمد لله. يتقدم الأستاذ علي راشد العشيري مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم مجمعين إلى قيام يوم الدين. فضيلة العلامة الشيخ عيسى أحمد قاسم، سماحة السادة العلماء، الأخوة الحضور، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم ارحم شهداءنا وانصرنا على من ظلمنا وانتقم لنا ممن سفك دماءنا. فليسمح لي بداية آبائي وأمهاتي وأخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي من عوائل الشهداء أن أتحدث باسمهم في هذا المحفل وبحضور سماحة العلماء الأجلاء. بداية كل الشكر والتقدير من عوائل الشهداء لكل من تجثم عناء الحضور في هذا اللقاء وعد له، ولجمعية الوفاق الوطني على تنظيمها هذا الفعالية السنوية الحسنة التي تجمع عوائل الشهداء على الخير والمحبة والتواصل. عوائل الشهداء هم جزء لا يتجزأ من هذا الشعب الأبي الثائر، وهم على مسافة واحدة من شركاء الثورة في المشاركات في الفعاليات المختلفة التي تهدف إلى تحقيق مطالب هذا الشعب. ربما تكون حرارة الفقد والمصاب لدى عوائل الشهداء أكثر ألماً وأكثر تأثيراً، وهذا ما يفسر إصرار الكثيرين منهم في المشاركة اليومية المستمرة للفعاليات الميدانية والسياسية والإعلامية، وكذلك بعض التصريحات ربما تكون منفعلة أيضاً، ولكنهم أصحاب قلوب بيضاء كشعب البحرين عامة، لا يمكنهم أن يسيئوا لأحد أو يتحدثوا بسوء على أحد إلا من كان السبب في حرمانهم من فلذات أكبادهم ومحبيهم. في الختام أحب أن أوجز بعض النقاط التي تتعلق بعوائل الشهداء. ما يطالب به عوائل الشهداء هو القصاص العادل والمحاكمات العادلة للقتلة والمجرمين. وعندما نتحدث عن القتلة تتضمن من قام بالفعل ومن أصدر الأوامر
ومن حرض على هذا القتل، ومن علم بهذا القتل وهو يستطيع أن يوقف هذه الأمور ولم يقم بذلك أيضا يتحمل هذه المسؤولة، هذه المسؤولية. أيضا الإصرار على الاستمرار في هذه الثورة وفعاليتها الميدانية والسياسية والحقوقية والإعلامية حتى تحقيق كل المطالب التي يسعى إليها شعب البحرين في أن يكون الشعب هو مصدر السلطات، وهو الذي يقرر مصيره بنفسه، وهو الذي يختار حكمه أو نظامه السياسي الذي يتوافق عليه هذا الشعب. نقطة أيضا أخرى، مطلوب من عوائل الشهداء أن يدعموا رابطة الشهداء وأن يسجلوا فيها، وأي عائلة أو رب عائلة من عوائل الشهداء لم يسجل في هذه الرابطة أن يسارع في التسجيل فيها. وفي الختام أكرر شكري وتقديري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً للأخ الأستاذ علي راشد العشيري، وجعله الله من الموفقين دائماً. أنتهز هذه الفرصة لأبين أنشطة دائرة الشهداء والمنظمة لهذه الأمسية والتي لا تتوقف أنشطتها طوال العام، وهي كالتالي: إقامة فطور وسحور على شرف عوائل الشهداء، إقامة ختمة قرآنية وتهدى بثوابها لأرواح الشهداء، مشروع حجة الشهيد، زيارة قبور وعوائل الشهداء في كل عيد من كل عام، رعاية ومساعدة عوائل الشهداء، إقامة الحملات لتنظيف وتزيين قبور الشهداء الأبرار، إقامة دعاء الندبة في منازل الشهداء، إقامة تأبين على أرواحهم، إقامة أسبوع الشهيد المركزي، إقامة معارض تعنى بالشهداء. فقرتنا التالية كلمة لوالد الشهيد محمود أبو تاكي، فليتفضل محفوفاً بعالي الصلوات على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. الحمد لله رب العالمين الذي منح ابننا شرف الشهادة، وأنا فعلاً فخور وسعيد أمامكم، وألف تحية إلى مجلس العلماء وفي مقدمتهم أبونا الغالي الشيخ عيسى قاسم وكل العلماء والأمين العام لجمعية الوفاق. تحية شكر وعرفان إلى مجلس العلماء الموقر، وتحية شكر وعرفان إلى كل الجمعيات السياسية المخلصة وفي مقدمتهم الوفاق، وكل الحقوقيين والصحفيين المخلصين، وكل من دافع في هذا عن هذا الشعب المظلوم وعوائل الشهداء. ألف تحية لكم وإلى الحضور الكريم. أنا بس عندي تذكير ونصيحة إلى عوائل الشهداء، إلى جزء من معاناة هذا الشعب. علينا مسؤولية كبيرة أمام الله سبحانه وتعالى وأمام هذا الشعب. دائما بالنصيحة والتذكير من أخوتي عوائل الشهداء، إن تورط السلطة في كل جرائم القتل هو أكبر رصيد للشعب البحريني في طريق الوصول للنصر وتحقيق مطالبه العادلة. وتحاول السلطة بأي ثمن إغلاق والتخلص من ملف الشهداء، وأي تخاذل منا عوائل الشهداء أو القبول بالتعويض لا سمح الله هو أكبر خيانة في حق هذا الشعب المظلوم، وسوف تسقط كل القضايا من ظلم وجور واضطهاد جرت على هذا الشعب الأبي الوفي المخلص. وننصح، طبعا هاي مجرد رأي، أنا أنقل إليكم ما يدور في خواطر عوائل الشهداء بعد اجتماعات بيننا وبينهم. احنا وعدناكم كشعب وكجمعيات سياسية بيننا وبينكم، ما رايح نخبي عليكم اي شيء. ننصح كل الجمعيات السياسية
والسياسيين عدم وضع ملف الشهداء على طاولة الحل السياسي وللمساومة والإصلاح والالتفاف على جوهر الثورة وإفلات المجرمين القتلة والجلادين من العقاب، وعدم تحقيق إرادة الشعب في الديمقراطية والعدل والمساواة للجميع. ونحن نتفق مع كل مطالب الشعب قلباً وقالباً في تقرير مصيره في الحقوق والحرية والعيش الكريم، ولكننا نحمل قضايانا دماء الشهداء والقصاص من القتلة ومحاسبة المجرمين، ولن نفرض إرادتنا على مطالب الشعب الوفي المظلوم. ولهم منا كل التحية والتقدير، وليعلم الله والوقوف معهم دائما. وليعلم الجميع آباء الشهداء إن كل آباء الشهداء على قدر المسؤولية. يا شعب البحرين، ترى هذه نداء وطلب من عوائل الشهداء، وما زالوا معاكم ومشكورين على العناء وعلى تجسمهم معاكم، ما زالوا مقدمين التضحيات، وألف شكر وتحية للجميع. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بمحمد وآل محمد. شكرا لأبو الشهيد الغالي محمود أبو تاكي، راجين له الموافقية والسداد. أهي بشارة أو نبشر أنفسنا؟ وأهنئكم وأبشركم، قرت أعيننا بالإفراج عن والد الشهيد السيد هاشم، ونحمد الله سبحانه وتعالى على سلامته وهو الآن بيننا. أنعمي أرواح شهدائنا الأبرار في الجنان، ونحن باقون هنا في السجن إلى حين. كلمات تضع يدها على أفئدة شهدائنا، أستشعر الدفء في قلب ولدي علي وفي قلب كل شهيد وشهيدة. أتحسس أن أرواحهم الآن تتوسط الجنان. يبرد قلبي حين أتذكر هذه الكلمات. أنعمي أرواح شهدائنا، أنعمي فهذا وعد الله، أنعمي فهذه خاتمة الجهاد، أنعمي فهذه نهاية طريق ذات الشوكة الذي سلكه الأنبياء والرسل والأئمة والمصلحون. أنعمي ولتكوني لنا البلسم في دار الألم والشقاء، حتى ينعم الله علينا بما أنعم عليك. إلى الدين، إلى الدين والعز خضنا الردى، ونمضي فداء وقل الفدا. ولم ندخر فلذة للحياة، ولم نرهب الموت طول المدى. وشعب يضحي، وشعب يضحي بدرب الإباء، يكون بإيمانه سيدا. فإن كان يرضيك يا رب هذا، فخذ ما يزيد الرضا والهدى. ونحتسب الشهداء الكرام لنعم الوكيل المجازي غدا. ونعلم والله علم اليقين بأن وردنا الردى مولدا. حملنا على الكف أرواحنا، وجئنا نمد إليك اليدا. أيا رب هذه بدور الفداء، ومن يهزز الغيم يلقى الندى. ومن يزرع الحب يجني السلام، ومن ينصر الله يلوي العدا. عليك عليك إله السماء، سنقتلع الزمن الأسود. وأي انتقام إلى المضعفين، ومن رام غيرك يمضي سدى. إليك إليك قرابيننا كلها، تقبل إلهي قليل الفدا، تقبل إلهي قليل الفدا. هذه الكلمات للشاعر عبد الله القرمزي، الذي أبى إلا أن يشارككم في أمسيتكم بهذه الكلمات. فقرتنا التالية مع تواشيح إسلامية لفرقة الإمام الصادق عليه السلام، حفوهم بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، العلماء الأفاضل، عوائل الشهداء، إخوتي المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهداؤنا هم النور الذي يستضيء به هذا الشعب في طريق النصر بإذن الله. يشرفنا فرقة الإمام الصادق مشاركتكم هذه الأمسية ببعض من التواشيح الإسلامية. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحشر شهداءنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. من يرى ما في الضمير ويسمع، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى في الشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن ملكه في قول كون امنون، فإن الخير عندك أجمع. صلوات. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من دعاء إلا وبينه وبين السماء حجاب حتى يصلى على محمد وآل محمد. وإذا فعل ذلك انخرق الحجاب فدخل الدعاء، وإذا لم يفعل ذلك لم يرفع الدعاء. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل يا إلهي وعجل يا إلهي وعجل يا إلهي ظهور قائم آل محمد وعجل يا إلهي وعجل يا إلهي وعجل يا إلهي ظهور قائم آل محمد بحقهم شاف مرضانا بحقهم فك أسرانا بحقهم فك أسرانا بحقهم شاف مرضانا بحقهم فك أسرانا واحشر اللهم معهم شهداءنا واحفظ اللهم بهم علماءنا واحشر اللهم معهم شهداءنا واحفظ اللهم بهم علماءنا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد يا من اسمه دواء يا من ذكره شفاء يا من اسمه دواء يا من ذكره شفاء يا من اسمه دواء يا من ذكره شفاء وذكره شفاء يا نور المستوحش
يا من ذكره يا ذكره شفاء يا عالما لا يعنه شفاء صل على محمد وآل محمد يا من اسمه دواء صل على محمد وآل محمد يا من ذكره شفاء يا من اسمه دواء يا من ذكره شفاء يا من اسمه دواء يا من ذكره شفاء اللهم صل على محمد وآل أحمد اللهم صل على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل أحمد صلوا على محمد وآل محمد ربنا صلي على أحمد خير المرسلين وعلى ساقي على الحوض أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين وعلى والسجاد زين العابدين وعلى البغير والصديق علما ويقينا وعلى الكاظم موسى والرضا فضلا ودينا والتقي الخاشع البسيط بالجود يمينا وعلى الهال الذي أشراق كالشمس جبينا ربنا صلي على أحمد خير المرسلين وعلى الساقي على الحوض أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين وعلى السبطين والسجاد زين العابدين والزكي العسكري الحسن الخلق أمينا وعلى القائم بالقسط مغيثا ومعينا والزكي العسكري الحسن الخلق أمينا وعلى القائم بالقسط مغيثا ومعينا ألا ياسين الهدى الطيبين
الطاهرين ربنا سيدنا صل عليهم أجمعين ربنا سيدنا صل عليهم أجمعين والزكي العسكري الحسن الخلق أمين وعلى القائم بالقسط مبيتا ومعينا ألا يا سين الهدى في الطيبين الطاهرين ربنا سيدنا صل عليهم أجمعين ربنا سيدنا صل عليهم أجمعين صلوا على محمد وآل محمد. نشكر فرقة الإمام الصادق عليه السلام على هذه التواشيح راجينا لهم الموافقية والسداد. أخواني سيارة جيب هوندا جيب رقمها 419151 يرجى تحريكها للضرورة. هوندا جيب 419151 فازوا بأقصر سكة للقاك فعسى ينالون العلا برضاك. شهداؤنا أحياؤنا لم ينتهوا وهل انتهى من قد سقاه نداك. رفعوا الرؤوس بدينهم ويقينهم كل رمى بحياته ليراك. ميزاننا كفاك يا رب السماء فاحكم وعاشت سيدي كفاك فاحكم وعاشت سيدي كفاك. يتقدم الآن من له اليد المعطاء في شأن الشهداء الذي لم يتركنا في محنتنا وألمنا. عانق كل أبي شهيد فسحق ألمه وضم كل ابن شهيد فجفف دمعته. كلمة تزيد فينا الثبات وتقوي فينا العزيمة والمضي على طريق شهدائنا الأبطال. الآن كلمة للوالد القائد سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم حفظه الله ورعاه وأبقاه ذخرا لنا جميعا محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. أعوذ بالله من النفس الأمارة بالسوء. اللهم إني أسألك السداد والعصمة وسلامة النية وحسن العمل. إخوتي الأعزاء، عوائل الشهداء الكرام، أحييكم تحية الإسلام وأرفع لكم تهانية الصادقة على ثباتكم على طريق الحق والعطاء في سبيل الله. أبارك لكم هذه الأيام السعيدة الكريمة التي أنتم فيها ضيوف على موائد الله، موائد كتابه الكريم وفريضة الصوم، هذه الفريضة التي تأخذ بنا إلى الآفاق الرفيعة تقرب بنا من رضوان الله تبارك وتعالى.
كتب عليكم الكتاب وهو كره لكم. كره للنفس، لما للنفس من تعلق بالحياة، لما لها من عشق للبقاء على الأرض وهي تعيش زهرة الحياة أو زهرة الحياة ونضارتها. مغريات الأرض تمتع الإنسان بالشعور بالحياة أمله طموحه تخيفه خسارة كل ذلك المتمثلة في الموت في حساب من حساب النفوس. القتال الكره قد ينقلب إلى شيء محبوب، الموت المهاب قد يتحول إلى أمنية، النقلة من هذه الحياة الدنيا قد تكون أملا. متى أحب الموت؟ متى أسعى بقدم ثابت إلى النقلة من هذه الحياة؟ متى يعانق الإنسان الموت مسرورا؟ هل من تصور للحظة يعشق فيها الحي أن يموت؟ أن يفارق هذه الحياة؟ إذا كان الحي لا يرى حياة غير هذه الحياة ويرى النقلة منها إلى موت أبدي، فإنه لا يمكن على الإطلاق أن يحب الموت، أن يحب هذه النقلة. إذا لم أرى حياة أكبر في الموت من هذه الحياة بداية حياة جديدة سعيدة رغدة غنية ثرة بآخر نفس ألفظه في هذه الحياة، فإنه لا يمكن لي أن أعشق أن أموت، أن أقبل أن أموت، أن أسعى بقدم ثابت للموت. الموت يتحول أمنية لنفس رأت أن حياتها في الموت، رأت أن لا شيء يحقق لها أقصى ما تتمناه غير الموت، وذلك حين ترى أن الموت في رضوان الله وأن رضوان الله أكبر من كل شيء، حين ترى أن لحظة أن يخر الجسد مدرجا بدمائه على الأرض تبدو حياة جديدة كريمة غنية ثرة عالية مجيدة تعيشها الروح. لحظة أن يسقط الجسد على الأرض تبدأ الروح رحلتها في آفاق السعادة الأبدية لتتخلص من كل لحظة فيها شعور بنقص،
فيها شعور بغبن، فيها شعور بدونية، فيها شعور بخسارة، فيها شعور بخوف، فيها شعور بفقر. آمن بالله وحده، آمن بقدرته بعظمته، آمن بما وعد به الشهداء من جميل وعده، آمن بجنة لا تعرف غير السعادة، آمن بصدق كلمة الله، بصدق وعد الله، لأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. آمن بما وعد الله من آخرة ومن جحيم أعده لعصاته وجنة أعدها لأهل طاعته. هنا تتمنى أن تموت على طريق الله، أن تنال الشهادة في سبيل الله، أن تعانق الموت لتحيا حياة كريمة سعيدة أبدية خالصة. يوميا يستقبل باطن الأرض ممن على ظهرها الكثير، ويوميا يشد خلق كثير من الناس الرحالة إلى الآخرة، ويوميا تحفر قبور، ويوميا تودع جنازات، ومنها من يساق إلى جنة ومنها من يساق إلى نار. وحين تتيقن أن طريقك طريق الجنة، وأن لا شيء في هذه الحياة يساوي شيئا مما في الجنة، هنا يتحول الموت في سبيل الله إلى أمنية، وتتحول الشهادة إلى لحظة أمل كبير. يوميا يخوض ناس كثيرون معارك، ويوميا يحدث قتل في الأرض كثير، أفواج تقتل في سبيل الله وأفواج تقتل في سبيل الشيطان. وليس من أحد يبقى على الأرض، ما خلق خلق على ظهر الأرض إلا لينتهي. وما وجد إنسان على ظهر الأرض إلا يموت، الموت لا بد منه. متنا على الفراش أو متنا في سوح الجهاد، متنا أو قتلنا بسيف عادل أو بسيف ظالم. ولا يستوي موت على فراش وموت آخر في ساحة جهاد، وما يستوي قتل بسيف ظالم بسيف بغي مع قتل بسيف عدل، المقتول بسيف العدل إلى النار، والمقتول بسيف الظلم والبغي إلى جنة. وعلى الراشدين، على أهل الرشد، على أهل الوعي، على أهل البصيرة، أن يختاروا طريق الشهادة على طريق موت الفراش، على أن موت المؤمن في فراشه شهادة
وموت الكافر في ساحة من ساحات القتال موت خبيث. والمهم والأهم من أن تسقط شهيداً في ساحة قتال أن تكون نيتك صادقة على السير في طريق الجهاد في طريق الشهادة، كانت اللحظة الأخيرة لك في هذه من هذه الحياة لحظة دم يسقط مدرجاً لحظة بدن يسقط مدرجا بدمه أو لحظة موت على فراش. المهم أن تصدق النية مع الله بأن تسير في طريق جهاده. أئمة هداة وأنبياء كرام ماتوا على فراش الشهادة وهم من وهم في مقدمة الشهداء، وكثيرون هم الذين يموتون أبشع ميت وأشنع ميتة مبضعين بالسيوف وبالرماح ومهشمين ومحروقين بالقنابل وهم إلى نار. عليك أن تضع قدمك على طريق الشهادة، أن تتجه بقلبك إلى طريق الشهادة، أن تصدق الكلمة مع الله عز وجل ولا تألو جهدا في سبيل خدمة الدين وإصلاح الأرض وإصلاح أوضاعها. حين تفعل ذلك مت على فراش أو مت تحت في ظل السيوف، مت دما سيالا في اللحظة الأخيرة في دم تخور فيه أو في فراش ناعم فأنت شهيد. أنت شهيد بنيتك أكبر منك شهيدا بأن تسقط مدرجا بدمك. وحين يجتمع لك أن تموت على نية الشهادة وأن تموت بسيف البغي فقد جمعت بين حسنين، فقد جمعت بين حسنين. علينا نحن الملأ المؤمن إن شاء الله، يعني الله ملأ مؤمنا، ألا نهاب الموت وألا نتلكأ عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن قول كلمة الحق وعن مجاهدة الظلم خوفا من الموت والشهادة. وعلينا نحن الملأ المؤمن، وجعلنا الله ملأ مؤمنا، إذا استشهد عندنا شهيد أن نفرح لشهادته وأن نشكر الله على شهادته وأن نفاخر به لا للدنيا ولا للظهور فيها، وإنما نفاخر به حيث اختاره الله عز وجل أن يموت على هذا السبيل. وهنيئا لأم ولدت بطلا من أبطال الدين وأبطال الإيمان والعقيدة، الأبطال الذين يختارون سبيل الله سبيله وتنتهي حياتهم في هذا السبيل.
وتنتهي حياتهم ليسجلوا عند الله من الشهداء. هذه أم عليها ألا تبكي، وإنما لها أن تفخر، لها أن تزغرد لا أن تولول، لها أن ترفع رأسها أمام الخلق وأن تخر ساجدة لله شكرا لا أن تحزن. كنت متقدمة في السن أو كنت دون ذلك فليس لك أن تحزني وأن تألمي لشهادة ولدك الذي تقدمك للجنة ولعله يكون شفيعا لك. إذا كان الآخرون، كل الآخرين، كل أصحاب المبادئ، كل أصحاب الأطروحات، كل الكثيرون، إذا كان الكثيرون من طلاب الدنيا يموتون في سبيل دنياهم، يقتلون في سبيل دنياهم، كثيرون هم الذين يذهبون يوميا الآن عن حق أو باطل، يذهبون من هذه الحياة عن حق أو باطل. إذا رخصت نفس أهل الأرض عليهم في سبيلها، أهل الدنيا، إذا رخصت نفس أهل الدنيا عليهم في سبيلها، فأنتم يا طلاب الآخرة، أنت أيها الأفئدة المتصلة بالله، لا بد أن تكون الشهادة لك أمنية، شهادة في سبيل الله أمنية معشوقة. إذا كان الموت لا بد منه، والمسافة بين موت أحدنا والآخر ليست طويلة، وما من أحد ودع، وما من أحد ودع ميتا إلا وسيودع، وما من حي دفن ميتا إلا وسيدفن. وما من حياة تدوم، فلماذا أبخل بنفسي على الشهادة؟ لماذا أبخل بهذا الدم الذي إذا سقط في إذا سفح في سبيل الله أحيا الأرض، يحيي الأرض زراعتها، يحيي الأرض صناعتها الصحيحة المفيدة، يحيي الأرض أوضاعها الإنسانية، قبل ذلك يحيي القلوب، يحيي الأرواح، يرتفع بمستوى الإنسانية كلها. الدم الذي إذا سال غذى الحياة وأنقذ الحياة من السقوط وارتفع بمستوى الأحياء وأيقظ الأرواح ونبه الأفئدة واستوى بطريقة الحياة، دم حق له وبكل شرف وبكل اعتزاز وبكل ثقة أن يسقط على الأرض رخيصا. يخر الجسد في لحظة الشهادة لتحلق الروح، ويموت البدن حال الشهادة لتكبر حياة الروح وتتفجر عن
مستوى جديد ولتعيش أفقا جديدا ولتبعد أفقا بعيدا عن حياتي المحدودية الضيقة والوضاعة والتنافس على الرخيص والانغماس في شهوات البدن. هناك لذائذ روح لا يمكن أن تقاس بها لذائذ البدن، يعيش شيئا منها من تلك اللذائذ أصحاب الصلوات الخاشعة، أصحاب الصوم الصادق، أصحاب الذكر، الذكر الواعي لله سبحانه وتعالى، يعيشون هذه اللحظات، هذه اللذائذ، يعيشون شيئا منها في هذه الحياة. وأما هي في مستواها الذي لا يمكن أن نملك له تصورا فتبدأ مع لحظة الشهادة، الروح تبدأ لتعيش انطلاقتها الكبيرة ولتعيش الانفتاح أكبر انفتاح على الحق والحقيقة الروح تبدأ عيشها للطمأنينة الكاملة وللراحة الكاملة عند أول لحظة للشهادة. تنتهي حياة بدن وتبدأ حياة روح مضاعفة ومكبرة وممتدة. والشهادة غذاء للحياة الكريمة وللحياة العادلة لا بد لتلك الحياة منه. والأمة التي تريد المجد وتريد الحياة وتريد العزة عليها ألا تبخل بمن تقدم من شهداء. وأمة الإسلام أمة الشهادة، والشهادة بعيدة كل البعد عن فكرة العدوان وعن فكرة الظلم وعن فكرة الاسترخاص بقيمة الإنسان. الشهادة لا تجعلنا مفجرين ولا تجعلنا إرهابيين ولا تجعلنا أهل عنف، لا، الشهادة تعني أن تكون ملؤنا روح الإصلاح، روح التغيير الإيجابي، روح الانتصار للعدل، الانتصار لإنسانية الإنسان، الانتصار لقيم السماء. نحن هنا ومن منطلق إيماننا لا بد أن نكون أسخياء بأنفسنا، أسخياء بدمنا وأرواحنا في سبيل الله، من غير أن نفرط في دم لنا نبذله على غير طريق الله، ومن غير أن نفرط في حق أي دم إنسان على الأرض نسفكه من غير حق. ونحن لابد أن نكون ضباطيين، لابد أن نتأدب بأدب ديننا،
لا بد أن نتعلم من سيرة أئمتنا عليهم السلام، نداؤنا بالإصلاح وسعينا للإصلاح وندين الإرهاب وندين التفجيرات وندين نشر الرعب في الأرض، ونطلب الأمن لكل إنسان، ونبذل في سبيل أمننا أمننا الشامل وفي مقدمته أمن ديننا وأمن أعراضنا، أمن ديننا وأمن أعراضنا مقدم على أمن أجسادنا. ونحن لسنا طلاب أمننا فحسب، وإنما نحن طلاب أمن كل إنسان، أمن أهلك، طلاب أمن أهلك الأرض، كل أهل الأرض، ونطلب الإنقاذ الروحي والإنقاذ الفكري، الأمن الروحي والأمن الفكري والأمن الخلقي والأمن الإنساني لكل إنسان على وجه الأرض. وإذا كنا ندين من أنفسنا أقل ذنب، أو ندين أنفسنا لأقل ذنب، ونقف مع أنفسنا موقف المحاسبة الشديدة، وندخل معها في حرب لا هوادة فيها لخطأ تخطئه في حق إنسان، فلا يمكن لنا أن نتأخر عن الدفاع عن حقوقنا، ولا يمكن لنا أن نتساهل في سحق عزتنا، ولا يمكن لنا أن نتساهل في مس شرفي، في المس بشرف امرأة من نسائنا. لا بد أن نكون مثالا في الإباء، مثالا في الشهامة، مثالا في العزة، مثالا في الكرامة. بما تهددنا دنيا الظلم؟ بما تهددنا دنيا العدوان بأن تسفك لنا دمه؟ إن دمنا في سبيل الله لرخيص. كم سأعيش على ظهر هذا الأرض؟ كم ستعطيني من عمر فوق عمري أعيشه في ذلة وهوان لا أقبله؟ أريد منقلبا حميدا، أريد منقلبا مرضيا لله سبحانه وتعالى، فحيث يكون المنقلب الحميد اللحظة فلا أختار على موت هذه اللحظة لا موت لحظة أخرى. اللهم لا تبقنا مزيدا من العمر نضل فيه ونغوى، اللهم إن كان موتنا الموتنا هذه اللحظة هو ما يحقق لنا رضاك فخذ بنفوسنا في هذه اللحظة. على أهل الظلم، على أهل العدوان أن يعرفوا أنهم إذا كانوا حريصين على دنياهم فنحن أشد حرصا على آخرتنا، وإذا هانت عليهم أنفسهم في سبيل دنياهم فنفوسنا أهون علينا في سبيل آخرتنا. وإذا كان لهم من أنفسهم معبود ومن شهوتهم معبود ومقدر يبذلون في سبيله الجهود الضخمة فمعشوقنا لا معشوق أكبر منه، لا معشوق أكبر منه،
وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا كان معشوقهم يستحق منهم الحياة فمعشوقنا أحق بأن نبذل حياتنا في سبيله رخيصة. ولا يرجو أهل الباطل من إقدامهم على الموت من بعد موتهم خيرا، أما أهل الحق فكلهم رجاء للخير من بعد لحظة موت، وهذا ما يجعل الموت في سبيل الله محل أمنية، ما يجعله أمنية وأملا. ويهون الموت ويحلو الموت ويعشق الموت كلما شفت النفس وطهر القلب ونقى الفؤاد وصحة الروح. بشفافية الروح والقلب وصفاء النفس تكون ذات الإنسان عارفة بالله، مؤمنة حق الإيمان بالآخرة، وعندئذ ترى وهي في الدنيا ما لها في الآخرة فتهفو إليه، يمتد عنق الإنسان إلى الآخرة طالبا لها. لماذا كانت لحظة فرحة، لحظة الشهادة عند أهل كربلاء، ولماذا كانت تهون كل الدنيا وكل الشدائد وكل التحديات على نفوس الأنبياء والمرسلين؟ لأمر واحد، صفت أرواحهم، نقت قلوبهم، استيقظت، بقيت فطرهم في فطرتهم حية، اتصلت أفئدتهم بالله عز وجل، أخذت كلمة الله عز وجل في أفئدتهم موقعا مكينا. لم يخالجهم شك في وعد الله، ولم يخالجهم شك فيما وعد الله به عباده الصالحين وفيما توعد به عباده العاصين. حينئذ هان عليهم كل شيء في سبيل الله. فالطريق إلى تخفيف وطأة الشعور بالموت على النفس وانقلاب، والطريق إلى تحول الشعور من الخسارة بالموت إلى الربح بموت الشهادة أن نعرف الله، أن نصحح علاقتنا به، أن نسعى السعي الذي يقربنا إليه سبحانه وتعالى. أنتم أيها الإخوة والأخوات المؤمنون والمؤمنات أهل لأن تعشقوا الشهادة، وأهل لحمل راية الإصلاح، وأهل للإصرار على طريق الحق، وأنتم بعيدون كل البعد عما عليه أهل الفهم الخاطئ للإسلام وأهل الهوى وأهل الضلال من الميل إلى العدوانية والإرهاب والعنف من غير حق. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.